السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. رفض الاتحاد الإفريقي الخميس مشروعين للبنى التحتية في القارة قدمهما المغرب وحلفائه بسبب انتهاكهما لسيادة الأراضي الصحراوية. وناقشت الدورة 38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها مساء الخميس مشاريع مقترحة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإفريقي لتطوير البنية التحتية. وصدق المجلس على قائمة المشاريع المقترحة باستثناء 4 مشاريع لم تستوفي الشروط المطلوبة، بما فيها مشروعان لم يحترم سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وألح المجلس التنفيذي في هذا الصدد على ضرورة استشارة هذه الدولة العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي بخصوص المشاريع التي تعبر أراضيها وفق بيان للخارجية الجزائرية. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية أن المشروعين يتعلقان بالألياف البصرية وبالشبكة الكهربائية. أراد النظام المغربي تمريرهما من الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في اتجاه غرب إفريقيا. ونقلت أن وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أدان محاولة المحتل المغربي تشريع احتلاله عبر مبادرات يريد دسها في صميم الأجندة الإفريقية الرامية إلى الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة. وأضاف أن النظام المغربي ظن أن هذه المناورة المتسترة خلف المال والاقتصاد قد تنطلي على منظمة تجعل من مبادئها وأهدافها رفض حيازة الأراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها. وحسب الوكالة واجهت الجزائر بدورها مؤامرة مماثلة، حيث فوجئت بتقديم مشروعين آخرين كان من المخطط له أن يمرا عبر ترابها الوطني دون علمها أو موافقتها، ليتدخل وزير الخارجية الجزائري صبري بقدوم بقوة مؤكدا رفض هذا التطاول ومشددا على أن هذه المحاولات اليائسة لن يكتب لها النجاح لتعارضها مع القانون التأسيسي للاتحاد. وأكد وزير الخارجية صبري بقدوم خلال الاجتماع على ضرورة التمسك بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الإفريقي، خاصة ما يتعلق منها باحترام سيادة الدول الأعضاء في إطار تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا. وفي خبر ثان، هدد وزير العدل بالقاسم زغماتي بسجن كل موظف يشترط على المواطن تقديم شهادة الجنسية والسوابق العدلية. وأكد زغماتي الخميس أن الدولة وضعت مرسوما تنفيذيا يمنع الإدارة العامة من أن تشترط على المواطن شهادة الجنسية إلا في حالتين وصفهما بنادرتي الحدوث. ووصف زغماتي من يقوم بذلك بالمتمرد المخالف للقوانين، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن إضعاف الثقة بين المواطن والدولة. وصدر في العدد 74 من الجريدة الرسمية في ديسمبر 2020 مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة. ووفق ما جاء في نص المرسوم فإنه لا يشترط تقديم صحيفة السوابق العدلية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، ويمنح المرسوم الهيئات المعنية الحق في الاطلاع على البطاقة رقم 2 للصحيفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف. كما جاء في المرسوم أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني. وكان وزير العدل بالقاسم زغمتي قد أكد أن المحاكم الجنائية تكلف مبالغ مالية باهظة، غير أن النتيجة مشكوك فيها حيث إن أغلب أحكامها هي محل استئناف. وأكد زغمتي الخميس خلال تدجينه للمقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة أن أغلب الأحكام الجنائية التي تصدر هي محل استئناف من قبل النيابة أو المتهمين. وفي خبر آخر، دفعت نائب من أصل جزائري الخميس عن الحجاب داخل البرلمان الفرنسي قائلة إن العيش معا لا يعني العيش بنفس الطريقة. ونددت النائب سعاد زيتوني عن حزب الجمهورية إلى الأمام حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بالتمييز وعدم المساواة في التعامل مع المسلمين بناء على المظهر. وقالت زيتوني إن مكافحة التمييز وعدم المساواة جزء أيضا من الوعد الجمهوري. وأعربت عن أسفها الشديد حيال ما يحصل قائلة أشعر
وكأنني في محاكمة منذ فترة، وهي محاكمة ضد الإسلام والمسلمين. مضيفة: العيش معا لا يعني العيش بنفس الطريقة. ومن جانبه تحدث النائب الفرنسي مجيد الكرب في قصر بغبون الأربعاء منتقدا مقترحات زملائه الذين يريدون حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وقبل أيام اقترحت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة قانونا لحظر ارتداء الحجاب ليشمل الفضاء العام بفرنسا. وقالت لوبان إن حزبها أعلن الحرب على ما أسمته الفكر المتطرف. ويهدف حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان إلى حظر الأزياء الإسلاموية في الفضاء العام وأبرزها حجاب الرأس. ويمنع حاليا في فرنسا ارتداء الحجاب وكل الرموز الدينية الظاهرة في المدارس، كما يجب على موظفي الدولة التزام مبدأ الحياد إزاء الأديان. واعتبر الوجه الثاني في التجمع الوطني جوردان بارديلا أن الحجاب لباس متشدد يسعى للانفصال عن الجمهورية. وفي خبر آخر، أعلنت إدارة نابولي الإيطالي الجمعة إصابة لاعبها الجزائري فوزي غولان بفيروس كورونا. وقالت إدارة الجنوب الإيطالي على تويتر: أعطت المسحة الجزئية من البلعوم التي أجراها لاعب كرة القدم فوزي غولان نتائجها وأظهرت أنها إيجابية. وأضاف: لا تظهر أي أعراض على اللاعب وسوف يراقب فترة العزلة في منزله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.